وما من ذنب أيا كان أعظم من التوبة. فتوبة الله سبحانه وتعالى تقضي على كل الذنوب. وقد صح في الحديث القدسي الصحيح أن الله جل جلاله يقول: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ولكن لهذه التوبة أجلين وموعدين تنتهي إليهما. الأجل الأول فردي لكل واحد منا، وهو عندما يغرغر، عندما تصل نفسه إلى الحلقوم وقت الموت. إذا وصلت روحه إلى الحلقوم في ذلك الوقت، إذا لم يكن تاب من قبل لا تقبل توبته. ولذلك قال الله لفرعون: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فقد تاب في ذلك الوقت، فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. والأمر الثاني، الموعد الثاني الذي لا تقبل التوبة بعده، موعد عام، وهو طلوع الشمس من مغربها. فإن باب التوبة في السماء قبل المغرب، وهو مفتوح من بداية الدنيا حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت طلعت من ذلك الباب فأغلق، فلم تقبل توبة من لم يتوب من قبل ذلك. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا